يعني بداية فقراتنا مع التميز والإبداع يا زينب، وباقة جديدة من الإنجازات الدولية حققتها أكيد مواهب الأولمبياد العلمي السوري، أكيد بالأولمبياد الآسيوي للرياضيات الذي نظمته إندونيسيا عن بعد لدول آسيا والمحيط الهادي، يعني مع الإنجازات الكبيرة وهي بصمة سورية جديدة أكيد وأحد أقوى استحقاقات العلم التخصصية. كده حنتعرف عليها مع الـ الـ مع الـ مع الأستاذ مالك حمودي، إلك زميلنا ومدير المكتب الإعلامي، يعني صفات كثيرة. يسعد لي صباحك أستاذ مالك. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا يسعد فيك. صباحك أستاذة مالك. يعني أول شيء بدنا نبارك لك بالإنجاز ولكل طلابنا بالرياضيات الجديد، وبدنا حابين نعرف هيك أكثر عن تفاصيله. صباح الخير، صباح التميز، صباح النشاط. يعني دائما لما نحن بنحكي مع الإعلام، وسائل الإعلام، إعلامنا اللي بنفتخر فيه، بنشعر إنه دائما منا وفينا، معنا بالمشروع خطوة بخطوة. فكل إنجاز لازم يكون فيه إضاءة، لازم فيه تحفيز للناس اللي عم تشتغل، لهالمواهب الحلوة اللي عم تشتغل، اللي عم تمثل بلدها خير تمثيل في أهم استحقاقات العلم الشبابية العالمية. الإنجاز كان الحمد لله، سوريا متعودة على الإنجازات، وبمجال التميز والإبداع متميزة ومبدعة، ولكن دائما كل سنة في بصمة جديدة، في إضافة جديدة، في خطوة جديدة، نقلة جديدة، ومحطة جديدة. المحطة هلأ السنة كانت بالأولمبياد الأسيوي لدول، طبعا هو أكبر من هيك، أكبر من كلمة آسيوي. بنظلمه لما بنقول آسيوي، لأنه بنحصره بقارة، هو لدول آسيا والمحيط الهادي، في مساحة كبيرة من الدول تشارك فيه. يعني أهم الدول الكبرى، أو نخبة من أهم الدول الكبرى علميا، ويلي بتتنافس بالأولمبيادات العالمية هي مشاركة فيه، يلي من على سبيل المثال روسيا، أمريكا، كندا، برازيل، أرجنتين، سنغافورة، إيران، يعني عندك هل من عدة قارات المشاركة دائما. هذا بالذات الأولمبياد الدولي، خلينا نقول على وجه الدقة، يقام عن بعد. عن بعد الأولمبياد يعتمد على طريقة معينة، آلية معينة، إرسال الأسئلة وتصحيحها ضمن البلد وإعادتها إلى اللجنة المنظمة ليتم التشيك عليها والتدقيق فيها واحتساب النتائج. المشاركة السورية كانت في أدار خلال فترة انتقاء الفرق الوطنية للأولمبياد العلمي السوري، يلي بدها تمثل سوريا عالميا. يعني احنا في عندك فريق وطني، ومنه فريق الدولي اللي بيمثل العالمي. كانت المشاركة بشهر أدار من دمشق تحديدا، من قصر المؤتمرات، كان هني كان تجمع الطلاب على مدى 4 ساعات. كانت المنافسات 5 مسائل قوية متدرجة القوة، بس كل واحدة أقوى من الثانية. يعني كانت إذا حبينا نفوت علميا، يعني ما بين جبر وهندسة وتحليل توافقي، ولكن هون بقى التعامل معها بطريقة إبداعية، وطريقة بده يكون التفكير مختلف، تفكير خارج الصندوق، بده يبحث الطالب بطريقة إبداعية وابتكارية للبحث بالحلول. ما هي شغلة سهلة، 5 مسائل ب4 ساعات. أحيانا المسألة تستهلك 2.5 لـ3 ساعات بالحل للطالب، بس هن طلاب نخبة بالنهاية، وهن نخبة أكيد. المتميزين، واجهة البلد، مرآة البلد. فالحمد لله كانت النتائج، العشر طلاب أو طلاب العشرة اللي مثلوا سوريا واعتمدوا بهالمسابقة، العشرة توجوا، 5 منهم فازوا بميداليات برونزية، و5 منهم فازوا بشهادات تقدير. يعني هذا فخر لنا زينب أكيد، وفخر لكل السوريين بإنجازات، خلينا نقول الطلاب وأيضا الأساتذة المشرفين وكل الكادر المشرف. بدنا نقول مبروك الرياضيات، يعني بس في تفاصيل معينة يمكن هلأ ذكرتها حضرتك أستاذ مالك، اللي هي 5 مسائل، وأيضا في تفاصيل تانية كان في حالة هيك خلينا نقول من التنافس بين الطلاب لتحقيق النجاح. دائما التنافس يعني هو بحافز لأنه نقدم ما هو أفضل. خلينا نحكي بالتفاصيل هاي. شوفي، التنافس أنا بشبهه مثل يلي عندك مضمار، وإذا عداء عم يركض لحاله، فرق بينه عم يجري لحاله على المضمار بين يكونوا 3 معه، فأكيد بده منافسة. يستخدم
ويستخرج طاقاته الكامنة لحتى يضاعف جهده لحتى يتنافس معه. دائما التنافس بيولد الطاقة الكامنة والطاقة الهامة وبيزيد ويضاعف من الجهد ومن المسؤوليات. هلأ من أهم النقاط المميزة بمشروع التميز الإبداعي اللي هو بتعمل عليه هيئة التميز والإبداع ضمن إدارات ثلاثة، إن كانت الأولمبياد العلمي السوري أو هيئة المركز الوطني للمتميزين أو إدارة البرامج الأكاديمية، هو مواكبة كل ما هو جديد ومطور على مستوى العالم. نعم. يعني سوريا لم تنقطع منذ نشأة الأولمبياد العلمي السوري عن المشاركات العالمية والدولية. هذا بيخليك بالجو العالمي، بيخليك بالمجال العالمي بغض النظر إن كان مهما يعني كل الظروف اللي عانتها سوريا وتجاوزت الحمد لله كل الظروف، ما حالت يعني ما قدرت توقف خطوات السورية للمشاركات العالمية. هذا الكلام بيخليك أنت مواكبة ويخليك قادرة على مزامنة التطور ومواكبته واللحاق بركب النجاح. الدول السابقة، الدول الأخرى، الدول المتطورة سابقتنا للأولمبياد ومجاله بخمسين، والأقلين كنا نقول خمسين بستين سنة تقريبا، ولكن هن كمان عم يمشوا ونحن بدنا نلحقهم، ولكن نحن المطلوب منا مضاعفة الخطوات وبشكل متسارع. الحمد لله أهم شغلة هو الاستمرار بالتواجد بالأجواء الدولية. هذا الكلام حفز مع العمل بجهد مضاعف بالعمل المحلي ضمن سوريا بالتأهيل والتدريب والتحضير والمنافسات المتتالية محلية وبمعايير دولية. يعني عندنا الاختبارات المحلية تقام بمواصفات عالمية عشان الطالب لما يدخل امتحان عالمي ما يحس حاله شيء غريب عليه. وهذا يعني لما تدخلي بالأجواء القوية بتكوني قوية. أكيد أستاذ مالك، يعني كل العالم هذه الفترة توقفت كثير من النشاطات بسبب جائحة كورونا اللي أثرت عالميا على كثير من الفعاليات. خلينا نحكي على نشاط هيئة التميز والإبداع بظل جائحة كورونا، كيف كانت عم تصير يمكن التدريبات، خلينا تأهيل الطلاب، كيف كان وضعهم، كيف كان التواصل بينهم وبين المدربين؟ خلينا نعرف. أنا شوفي بقول لك شغلة، رب ضارة نافعة. يعني موضوع أزمة كورونا رغم كل الأضرار اللي حققته وألحقته بالعالم ككل، أنا برأيي حققت فائدة بضمن مجال معين. صحيح. عطت حلول أخرى وبديلة ومبتكرة. صحيح. واحدة منهم هو التواصل عن بعد. كتير ناس ونحن شفناها بسوريا، كتير من قطاعات الدولة، كتير بمختلف المؤسسات اتجهت نحو التعلم عن بعد، التواصل عن بعد، حتى إعلاميا صار هذا الكلام في خطوط معينة. هيئة التميز من الناس هي على فكرة سابقا هيئة التميز من قبل الكورونا تعمل على موضوع التواصل عن بعد. واحدة من مزايا هيئة التميز لما كان اتفاقية التعاون مع الجامعة الافتراضية السورية، وحدة للاستثمار هي الميزة التواصل عملية التواصل مع الطلاب مستمرة. التوقف صحيح، الطلاب توقفوا عن الدوام المدرسي سواء بمركز المتميزين أو الطلاب المتميزين كطلاب عاديين كانوا قاعدين ببيوتهم، ولكن كان في تواصل مع اللجان العلمية، كان في تدريب، كان في تحضير، ولذلك شفنا النتائج عم تظهر. هلأ بنفس فترة أزمة الكورونا وفترة الحظر والحجر كان طلاب المركز الوطني للمتميزين عم يشاركوا بمسابقات عالمية. طلاب المركز الوطني للمتميزين شاركوا بمؤتمر العلم بموسكو، قراءات كولموغوروف، وأحرزوا 4 جوائز على مستوى عالي، 3 منهم المركز المرتبة الثالثة والمرتبة البرونزية وشهادة تقدير، وهذا للأبحاث العلمية. فأنت لما طلاب عندك عم وكله كانت بالمراسلة عن بعض، يعني حتى الطلبة يعني هن ببيوتهم كل واحد عم يقدم بحثه بيتراسل مع مشرفه العلمي، ومن ثم المشاركة. أيضا تمت المشاركة بمسابقة النمذجة الرياضية وهي أيضا مشروع علمي جديد بالمركز الوطني للمتميزين. كمان هذا الكلام إن شاء الله بيجيبوا نتائج حلوة، كمان مشروع جديد. يعني دائما في تجدد، حتى هلأ حاليا في مشاريع جديدة، ما بعرف إذا الوقت كمان بيسمح لنا نرجع
نحكي فيها. سلطت الضوء عليها اكيد. اكيد استاذ مالك، يعني دائما البصمه السوريه هي بصمه مميزه، تميز اكيد عنوان البصمه السوريه، ولكن ايضا خلينا نحكي شو هي البصمه السوريه الجديده بهيدي المشاركه، يعني بس نوضح اكثر عنها. اكيد دائما لازم هيك في انجاز، وفي ضمن الانجاز انجاز نوعي، الانجاز النوعي اللي هو بيتمثل بالبصمه. خليني فوت بالتفاصيل، 10 طلاب اللي شاركوا، العشرة توجوا، خمسة من يلي توجوا، ثلاثة منهم طلاب صف الحادي عشر، يعني هذا الطالب لسه عنده السنة الثانية خبرة ليمثل سوريا دوليا، يعني عندك فرصة جيدة، هي نعم. نقطة. النقطة الثانية، الثلاثة الأوائل يلي أحرزوا الميداليات البرونزية، علامة واحدة فقط كانت تفصلهم عن الميدالية الفضية، يعني نحن كنا على ملامسة الميدالية الفضية، علامة واحدة لدى ثلاثة، عبد الكريم سيد رمضان وعلي بكور وعلاء أحمد، علامة واحدة فقط. مو مشكلة، يعني ميدالية برونزية ميدالية فضية، ولكن أنت ما هو الهدف فقط الإنجاز؟ هو الهدف هو الإنجاز الاستراتيجي، أنت عم تبني جيل، عم تبني عقول. ايضا الخمسه اللي اخذوا اللي فازوا بشهادات تقدير، نعم. الثلاثه منهم طلاب صف اول ثانوي، يعني طلاب عمرهم بالاولمبياد العلمي لا يتجاوز كان 3 شهور او 4 شهور، هذا الكلام بيعني انه هذا الطلاب لسه عندك سنتين لتشتغلي عليهم لتستثمريهم، فهي كمان حاله كثير حلوه، طالب ثانوي اول مشاركه دوليه له بيحرز شهاده تقدير. انا برجع بالذاكره، اول مشاركه لسوريا بالاولمبياد الاسيوي 4 من الطلاب اخذوا 0 من اصل 10، ولكن هذا ما عمل احباط، هذا عمل رده فعل انه مسؤوليه وجهد، كيف بدنا نحن نتجاوز. الحمد لله هلا صرنا نحكي بالميداليات، الحمد لله. اكيد. لكن خلينا نحكي عن الجديد بهيئه التميز والابداع، نسلط الضوء شوي على المشاريع القادمه. المشاريع القادمه، اول شيء بما يخص موضوع الازمه يلي ازمه الكورونا اللي فرضت على العالم ككل اليات جديده بالمسابقات، نحن حاليا بالشهر حزيران، عاده شهر حزيران بيكون هو عباره عن الملتقى او المعسكر العلمي للفرق الوطنيه اللي بدها تشارك تمثل سوريا عالميا بكل من الرياضيات، فيزياء، كيمياء، معلوماتي، علم احياء، ولكن للاسف هذا اللي صار، ما في معسكرات، ما في تجمعات، ما في شيء، ولذلك كانت الاستعاضه عنا بالتحضير اونلاين مع الفرق. ايضا البطولات كلها العالميه ستكون بالتواصل عن بعد. طبعا التواصل عن بعد في منافسه عالميه، ولكن ضمن شروط وضمن معايير وضمن امكنه محدده وضمن كاميرات و و و هذا الكلام كله بده يكون مدروس، وان ننسجم معه بدنا نمثل سوريا، وان شاء الله حيكون خير تمثيل. هي نقطه. النقطه الثانيه، كمان في مشاركه او في احرى دائما في مواكبه لاي مشاريع عالميه جديده، حاليا سوريا انتسبت من خلال هيئه التميز والابداع وتحديدا الاولمبياد العلمي السوري لمسابقه بيبراس العالميه، هي مسابقه لمسابقه التحدي بالحسابات الرياضيه او عمليات الحسابيه، هي مسابقه تعنى بالاجيال، عندك ابتدائي اعدادي ثانوي، كثير بتعتمد على التفكير على التحليل وسرعه البديهه، وهي بصراحه هي اساس الاولمبياد العلمي السوري. حاليا الاولمبياد العلمي السوري نحن الكل بيعرف انه هو معني بطلاب المرحله الثانيه، ولكن الرؤيه القادمه راح تشوفوا ان شاء الله اولمبياد رايح باتجاه طلاب الاعدادي وحتى الاصغر اذا امكن. هي نقطة كتير مهمة. النقطة الثانية، طلاب البرامج الأكاديمية المتميزين اللي عم يدرسوا بالجامعة، أيضا هناك في الهيئة بصدد اعتماد برنامج جديد، تعرفي العالم كله رايح باتجاه الذكاء الصنعي، حاليا اعتماد برنامج الروبوت والأنظمة الذكية، اختصاص هندسي جديد وما بعده دراسات عليا، والأهم الأهم الأهم هو الهاجس لهيئة التميز والإبداع دائما وعمل وجهده ودأبة تأمين المكان المناسب للمتميز المناسب، لأنه نحن عندنا 5 أجيال عم يدرسوا دراسات عليا بالخارج، رح يرجعوا إن شاء الله رح ياخذوا مكاناتهم المهمة بالميادين العلمية والبحثية بالبلد. أكيد. نعم. أستاذ مالك، قبل الختام خلينا نحكي عن جائزة الدكتور فرقد الرمضاني، وين وصلت هيدي الجائزة؟ حكي لنا حضرتك عنها. طبعا نرجع للكورونا، الله يبعدنا عنها ويبعدكم آمين يا رب الكل عنها، ولكن هي حالة يعني فرضت نفسها.
تسببت كمان بحالة جمدت كل القصص، ولكن هي العمل على الموضوع المشاريع. الجائزة أقيمت أو أطلقت السنة، كانت إطلاق الجائزة تحية لروح المرحوم الدكتور فرقد الرمضاني يلي له بصمة كبيرة بعمل الأولمبياد العلمي السوري ضمن اللجنة العلمية لمادة الفيزياء. إطلاق الجائزة اسمها جائزة الدكتور فرقد لتبسيط العلوم للشباب، طبعا للأعمار الشابة. نعم. إجا مواد خلينا نقول أو أبحاث علمية كثيرة، في لجان علمية تخصصية، لأني عندك رياضيات، فيزياء، كيمياء، علم أحياء، أربع اختصاصات. اللجان التخصصية درست، أنهت دراستها للمشاريع المقدمة. هلأ حاليا نحن بصدد الأسبوع القادم أو الأسبوعين القادمين في اجتماع ليقرروا خلينا نقول فرز الأبحاث المقدمة. نعم. وتحديد العلامات والتقييم النهائي، وإن شاء الله الشهر القادم إن شاء الله بيكون إطلاق أو تقييم أو خلينا نقول إعلان الفائز بالجائزة، وإن شاء الله هي تكون فاتحة خير، لأنه هي أهم شغلة بالجائزة. أنا يعني إحنا اللي بنشوفه هي حالة الوفاء لمن عمل بهالبلد وكان له بصمة ببناء الأجيال. ثاني شيء هو التحفيز للشباب باتجاه البحث العلمي. أكيد أستاذ مالك، نحن بنتمنى لكم التوفيق، بنتمنى لكل طالب يعني متميز إبداع وإنجازات أكثر، إن شاء الله يرفع اسم بلدنا سوريا الحبيب بالعالي بالإنجازات العلمية. شكرا لوجودك ولكل المشرفين يمكن على هيئة التميز والإبداع. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا كابتن مالك المدير المكتب الإعلامي بهيئة التميز والإبداع، شكرا لحضرتك. شكرا للإخبارية اللي بنرجع بنقول هي عودتنا مواكبة دائما لمشاريع هيئة التميز والإبداع وكل الإبداعات العلمية، وإن شاء الله الإبداع مشترك. إن شاء الله.